في إطار جهود مصالح أمن ولاية خنشلة في الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك، تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الموجهة للتغذية لتغذية التلاميذ بمناسبة امتحانات نهاية السنة للطور الابتدائي، وذلك بكمية تقدر بأزيد من قنطارين من اللحوم الغير مطابقة، وهذا على إثر ورود معلومات جد مؤكدة التي مفادها وجود لحوم حمراء مخصصة لتغذية التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة غير صالحة وغير مطابقة. تم تصدير خرجة ميدانية وهذا إلى جميع المؤسسات التربوية المخصصة لهذا الحدث.